السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معاكم حمزة من قناة ميديد يو. اليوم إن شاء الله راح نبلش في مادة الفارماكوجنيسي، علم العقاقير. نحن تحدثنا في فيديو سابق عن مقدمة تعريفية عن مادة علم العقاقير، ماذا تعني كلمة علم العقاقير أو الفارماكوجنيسي، عن شو بتتكلم، شو محتوى المادة راح يكون. فاليوم راح نبلش في بداية هاي الدوسية. بدي أنوه على شغلة، أنه أنا راح أركز كثير بالنسبة للمصطلحات. نحن بنعرف أنه هاي المادة صعوبتها في مصطلحاتها، فراح يعني سامحوني وتحملوني انه كل مصطلح بدي احاول اعيده 5 6 مرات ورا بعض مشان اللفظ. نحن لما نحفظ اللفظ ونعرف اللفظ تبعها راح يسهل علينا بشكل كبير دراسة هاي المادة. وانا بدي اركز بشرحي لهاي المادة بانه نحن نعرف كيف نلفظ المصطلحات او نلفظ الاعشاب باللغة اللاتينية. فخلينا نبدأ على بركة الله. في البداية General Introduction، رح نحكي بشكل عام عن علم العقاقير. Pharmacognosy، ماذا تعني كلمة Pharmacognosy؟ أو كتعريف بالنسبة للPharmacognosy، نحن بنعرف أنه هي علم الأعشاب، بس ولكن كتعريف علمي، It's a study of a drug that originate in the plant and animal kingdoms. هو علم الدواء المستخلص من الأعشاب أو من النباتات أو من مملكة الحيوانات. نحن بنعرف إنه نحن ممكن نستخلص المادة الفعالة أو الأدوية، ممكن نأخذها من الحيوانات، من الأفاعي، من العقارب، من مختلف أنواع الحيوانات البرية منها والبحرية. نحن في عندنا كثير أدوية تعتمد على مواد مستخلصة من الحيوانات البحرية، من نجم البحر، من أي مادة أو من أي حيوان بحري أو حتى أعشاب بحرية. فارماكون تعني drug، نوسز تعني knowledge، يعني علم الأدوية أو المعرفة بالأدوية، إنه نحن يعني نتعرف على هاي الأدوية أو نعرف هاي الأدوية منين جاية ونعرف من وين السورس تبعها. بالنسبة لعلم العقاقير، هو علم مكتشف من قبل البابليين، من قبل المصريين القدماء. نحن نعرف إنه المصار وعندهم حضارتهم قديمة جدا، تسبق حضارة المصريين تسبقها حضارة الصين. ونحن بنعرف إنه الصين ومصر أكثر الشعوب مشهورة منذ القدم باستخلاص المواد من مواد طبيعية، مواد طبية من مواد طبيعية واستخدامها. نحن بنعرف أنه الجثث المصرية القديمة على دور الفراعنة وما قبل الفراعنة كان في عندنا شيء يسمى التحنيط، كانوا يطولوا هاي المادة يستخدموها لحتى أنهم يحافظوا على الجثث، فكان عندهم استخدام المواد منذ القدم. ونفس الشيء بالنسبة للصينيين، لحد الآن نحن بنعرف الإبر الصينية، نعرف الأعشاب الصينية، الشاي الصيني إلى آخره، المواد الأعشاب والنباتات الصينية والمواد اللي مستخلصة منها إلى الآن مستخدمة، وإلى الآن يتم العمل ببعض الأدوية المستخلصة من النباتات. فالحضارة بتكون أو منشأ علم العقاقير منذ عام 1550 قبل الميلاد. في عندنا عالم اسمه دايسكورايدس. دايسكورايدس هذا عالم أسس كتاب أو يعني ألف كتاب اسمه ديماتريا ميديكا. الاسم لاتيني يعني معناه ميديسين أوف ماتيريال، اللي هو طب المواد أو المواد الطبية نحن اللي بنستخدمها لحتى نستخلص منها هذا الدواء أو المادة الفعالة. طبعا الكتاب يحتوي على عدة مصنفات أو عدة أعشاب أو عدة مواد نحن بنستخلص منها الأدوية. راح نتعرف عليهم. أول واحدة اللي هي الألوي اللي هي الصبار. تمام، عندنا أول مادة اللي هي الألوي، بنركز على اللفظ ألوي يعني الصبار. طبعا الوي هذا اسم عام للصبار، ولكن الساينتفك نيم تبعه، نحن خلينا بس هيك نفوت بالساينتفك نيم. نحن بنعرف انه الساينتفك نيم هو عباره عن 3 اصناف، اللي هو جينس، سبيسيز، اند فاميلي. الالوي يلفظ كساينتفك نيم الوي فيرا ليليسا. الوي فيرا ليليسا. الالوي هو الجينس، الفيرا اللي هو السبيسيز، واخر شيء عندنا ليلياسا اللي هي الفاميلي. بالنسبه للجينس والسبيسيز والفاميلي، زي ما بنعرف انه كل انسان في له اسم اب والعائله، زي يعني بالضبط زي ما نحن بنعرف بالنسبه للانسان بطاقه التعريف تبعه الاي دي تبعه، انه اسمه اسم الاب والعائله. نفس الشيء بالنسبه للنباتات، نحن بنصنفهم الى انواع، والانواع الى عائلات، والعائلات فيها نحن بنعرف انه زي ما بنحكي مثلا
في اختلاف او تشابه بالعائلة ولكن اختلاف باسم الاب. في عندنا التشابه باسم الاب، اختلاف باسم الابن مثلا او الى اخره. فعندنا تشكيلة كبيرة من الانواع، حتى لنفس الصبار ممكن نلاقي اكثر من نوع او اكثر من سبيسيز. طبعا الاختلاف الاكبر اللي راح يكون ما بين النباتات راح يكون هو الاختلاف بالاسم الاوسط او الاهم اللي هو السبيسيز. الجينس والفاميلي تقريبا بيكونوا متشابهين. فهاي بالنسبة للالوي اللي هو الصبار. راح ننتقل الى النوع الاخر او العشبة الاخرى اللي ذكرها ديساكرويدز في كتابه بيلادونا. بيلادونا 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 هاي عشبة تسمى بالعربي ست الحسن. طبعا هاي العشبة كانت تستخدم في القدم زي قطرة يقطروها بالعين فتعطي جمال للعين، تكبر العين، توسع الحدقة فتعطي جمال للعين. طبعا بيلادونا هذا اسم عام او شائع عن نبتة تسمى ست الحسن. اما الساينتفك نيم بالنسبة لعشبة البيلادونا ست الحسن تسمى اتروبا بيلادونا سيناليسا. اتروبا بيلادونا سيناليسا. بعرف انه في شوية صعوبة، في شوية ركاكة بالنسبة للفظ المصطلحات، ولكن حتى نحن نعرف نحن شو عم ندرس او عشو داخلين نحن. نحن لساتنا بالانترودكشن لحتى نعرف انه مقدما لقدام كيف بدنا ندرس هاي المادة. فضروري نركز على الساينتفك نيم، نراجعهم اكثر من مرة ونكررهم. اذا منعيد، عندنا نبتة ست الحسن اللي هي البيلادونا. البيلادونا هذا اسم عام لها. الساينتفك نيم لها اتروبا بيلادونا سيناليسا. الأتروبا هي الجينس، البيلادونا هي السبيسيز، السيناليسا هي العائلة، يعني تعتبر من عائلة العائلة الباذنجانية نسميهم. في عندنا أكثر من نوع من النبات ينتمي إلى هذه العائلة. الاختلاف راح يكون إحنا زي ما حكينا اللي هي بالسبيسيز ألا وهي البيلادونا. بعد هيك في عندنا كولشيكوم. الكولشيكوم هذا نبات اللحلاح يسمى باللغة العربية، أو له اسم عام او شائع عندنا مثلا معروف اللي هو ابو الخنيق. زي ما بنعرف في عندنا نبتة بتكون موجودة ما بين النباتات الاخرى بنسميها ابو الخنيق. هاي نبتة متطفلة، يعني بتركب على النبتة الاساسية وبتطفل عليها وتأخذ من موادها الاساسية. فهذا الكولشيكيوم يستخدم في صناعة دواء الكولشيسين. اكيد دواء كولشيسين مشهور وهو دواء عالمي بيستخدم في لليرقان، يستخدمه لمعالجة الـ FMF اللي هي حمى البحر المتوسط. طبعا الكولشيسين هذا اسم عام، الكولشيكيوم عفوا هو الاسم العام للنبات اللحلاح. الساينتفك نيم له كولشيكيوم اوتومنيلا ليليسا. كولشيكيوم اوتومنيلا ليليسا. بنلاحظ انه العائلة لا اللحلاح ولا نبات الصبار نفس العائلة. الصبار كان الوي فيرا ليليسا، اما بالنسبة للكولشيكيوم اسمه كولشيكيوم اوتومنيلا ليليسا، نفس العائلة، بيختلف عندنا بالجينوس والسبيسيز. كلمة اوتومنيلا جاية من اوتوم اللي هي الخريف، فهي الساينتفك نيم. نحن عشان نبسط الكلام او نبسط حفظ هاي المصطلحات بنرجع لها انه كولشيكيوم اوتومنيلا ليليسا. هاي بالنسبه للساينتفك نيم لماده او نبات الكولشيكيوم، النبات اللحلاح او ابو الخنيق. بعد هيك في عندنا نبته تسمى بالايرغوت. الايرغوت هي نوع من انواع الفانجاي. يستخدم هذا النبات مستخلص منه من احنا مادة فعالة بنستخدمها في صناعة دواء يستخدم لتسهيل عسر الولادة. في له مركبات اخرى اللي هي الارغوتامين اللي يستخدم في علاج مرض الشقيقة. طبعا هذا بالنسبة للشكل او الاسم العام لنبتة الارغوت. راح نتطرق الى الساينتفك نيم الها بس هيك حتى نتعود نحن على سماع هاي الكلمات. صراحة الساينتفك نيم ولا له علاقة بالارغوت، يعني بالاسم ولا له داخل ابدا. اسمه كلافيسيبس بيبيريا كلافيسيبيتيسا. كلافيسيبس هذا الجينس، بيبيريا اللي هي السبيسيز، اما الفاميلي كلافيسيبيتيسا. كلافيسيبيتيسا يعني صراحه اسم تقول انه عم نحضر جن ولا شيء هيك، راح نتعود على هاي المصطلحات. فنحن بنعيد ونكرر اكثر من مره، برجع بعيد لكم اياهم هلا كاملين من اول وجديد.
هلا في عندنا نبتة أخرى اللي هي هايوسايموس. عندنا نبتة جديدة اللي هي هايوسايموس. هايوسايموس هاي نبتة بنسميها نبتة البنج أو السكران. هاي النبتة نستخدمها نستخرج منها مادة فعالة لاستخدامها في الأدوية من أجل آلام المعدة، التشنجات أو آلام المعدة بشكل عام. عندنا بيسكوبان إلى آخره. هاي المواد تستخدم من أجل العلاج لآلام المعدة. عندنا آخر نوع من أنواع النبات المذكور في كتاب ديوسكرويد الأفيون اللي هو الأوبيوم. الأوبيوم يعني خلينا نشبهها بأبو النوم، أبو النوم اللي هو نبات الأفيون أو الخشخاش. طبعا هذا النبات بيشبه في شكله نبات الدحنون أو شقائق النعمان اللي نحن بنعرفها، بتيجي وردة هيك زهر على خمري وبيكون في النص بين الأوراق بيكون زي الكاسة. فهاي الكاسة اللي موجودة في نبات الأوبيوم عملوا له استخلاص باستخدام سكين خاص، حززوا هاي الكاسة اللي موجودة ضمن الزهرة حتى استخرجوا منها مادة المورفين ومادة الكودايين. فإلها استخدام شائع وعام وكبير في الأدوية بالنسبة لنبتة الأوبيوم. هاي باختصار تقريبا بعض الأعشاب اللي مذكورة أو بعض النباتات المذكورة في كتاب دي ماتيريا ميديكا. رح نعيد عندنا بس هيك بشكل سريع أنواع النباتات. عندنا الألوي، حكينا الألوي هو عبارة عن الصبار. الساينتفك نيم إلو ألوي فيرا ليليسا. ألوي فيرا ليليسا. ألوي فيرا ليليسا. هلأ بننتقل للجزء للنبتة الثانية اللي هي البيلادونا. البيلادونا اللي هي ست الحسن، نبتة ست الحسن. الساينتفك نيم إلها هي أتروبا بيلادونا سيناليسا. أتروبا بيلادونا سيناليسا. أتروبا بيلادونا سيناليسا. رح ننتقل إلى النبتة الأخرى اللي هي كالشيكيوم. الكالشيكيوم نبات اللحلاح أو أبو الخنيب. الساينتفك نيم إلو هو كالشيكيوم أوتومنيلا ليليسا. كالشيكيوم أوتومنيلا ليليسا. كالشيكيوم أوتومنيلا ليليسا. النبتة الأخرى اللي هي الإيرغوت اللي هي شوي صعبة. الساينتفك نيم إلها كلافيسيبس بيبيريا كلافيسيبيتيسا. كلافيسيبس بيبيريا كلافيسيبيتيسيا. كلافيسيبس بيبيريا كلافيسيبيتيسيا. بتخربط شوي مش مشكلة. منعيد كلافيسيبس بيبيريا كلافيسيبيتيسيا. هذا الساينتفك نيم بالنسبة للإيرغوت. طبعا هيك هاي بشكل مختصر يعني بعض النباتات المذكورة في هذا الكتاب. طبعا لازم نركز على الساينتفك نيم على الجينوس سبيسيز وفم. بعد العالم ديسكارويدس في عندنا عالم آخر يسمى جالين. عالم جالين هذا عاش فترة 131 إلى 200 أفتر ديت بعد الميلاد. طبعا في عصر هذا العالم تم فصل العلم الطب عن علم الصيدلة، يعني تم فصل ما يسمى بالعلم التشخيصي اللي هو بيشخص المرض وبيعرف شو سبب المرض أو مثلا شو التشخيص لهذا المرض، عن علم الصيدلة اللي نعرف هو علم بيتم في يعني صرف الأدوية وإعطائها للمرضى. فصار في عصره ما يسمى جالينيكاليس. جالينيكاليس اللي هو فصل الطب عن الصيدلة، يعني فيزيكا انفصلت عن الفارماسيست. صار في عندنا علم تشخيص اللي هو الطب، صار في عندنا علم صرف الأدوية اللي هو الفارماسيست. في عندنا بعض الأمثلة على الأدوية المستخلصة من نباتات طبيعية. في عندنا الديجوكسين هو عبارة عن دواء يأخذ لتنشيط عضلة القلب، مستخلص من نبات يسمى ديجيتاليس. في عندنا الدواء الآخر اللي هو ريسيربين. ريسيربين هذا الدواء أنتي هايبرتنسيف مشان يخفض من مرض الضغط، مستخلص من نبات يسمى راولفيا. راولفيا. راولفيا مستخرج منه دواء اللي هو ريسيربين. في عندنا أيضا الثايروكسين هذا هرمون نستخدمه، مستخرج من الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند مش نبات ولكن هو إشي طبيعي. فكافة هاي الأدوية هي عبارة عن مستحضرات طبيعية موجودة عندنا مستخلصة من أشياء طبيعية، سواء كانت نبات سواء غدد سواء كانت حشرات أي حيوانات أي شيء.
بالنسبة لاستخراج الأدوية، ممكن يكون في عندنا أدوية بتكون طبيعية natural، في عندنا synthetic. تصنيف الأدوية بالعالم كله يقسم إلى ثلاثة أقسام: natural, synthetic, semi-synthetic. الناتورال طبيعي، جبنا المادة استخلصناها وخلاص أخذناها فصار الدواء. أما بالنسبة للسينثيتيك، نحن صنعنا هذا الدواء بشكل أساسي، يعني ما استخدمنا أي مواد طبيعية. أما بالنسبة للسيمي-سينثيتيك، بيكون في عندنا الدواء من مستخلص من مادة طبيعية، ولكن عملنا عليه تعديل وأضفنا عليه بعض المواد فصار سيمي-سينثيتيك، يعني جزء ناتورال وجزء نحن مصنعينه. ففي عندنا مثال عليه اللي هو الكافور. الكامفور أو الكافور، هاي المادة is obtained from the camphor tree، نحن بنستخرجها من الشجرة، بنسميها شجرة الكامفور، by steam distillation، عن طريق التقطير بالبخار. بنستخلص هاي المادة وبنحصل عليها وبنعالج فيها، فهاي من مصدر طبيعي، يعني كامفور الطبيعي. It is dextrorotary in its reaction to polarized light. طبعا الصفة العامة إلها للكامفور، المادة المستخلصة من كامفور تري، ديكسترو روتاتوري، فالصفة تاعها هي ديكسترو روتاتوري. أما بالنسبة للسينثيتيك كامفور، لما نحن بدنا نصنع الكامفور منجيب فينيل كلورايد بنخلطه مع سايكلوبنتادين، بيطلع عندنا الكامفور بشكل صناعي، بيكون شكله رسمك بالنسبة للشكل ثلاثي الأبعاد. هاي في عندنا بعض الأمثلة على المواد اللي بتكون عبارة عن سينثيتيك أو سيمي سينثيتيك أو ناتورال. عندنا الإبينفرين، عندنا الكافيين، عندنا الكودايين. طبعا الكودايين مر معنا قبل في مادة يستخرج من نبات الأوبيوم اللي هو الأفيون أو الخشخاش. هاي كلها أغلبها مواد طبيعية. في عندنا الإفيدرين، عندنا المينثول اللي موجود في النعنع، عندنا البنسلين. البنسلين هو سيمي سينثيتيك. تقريبا كل الانتيبيوتيك هم عبارة عن سيمي سينثيتيك. فهي التصنيفات بالنسبة للأدوية أو بالنسبة للمواد الطبية، عندنا ناتورال، عندنا بارشيال سينثيتيك أو سينثيسيز عفوا أو سيمي سينثيسيز، وفي عندنا آخر شيء السينثيسيز اللي هي المصنعة. application to public health، تطبيقات الصحة العامة. نحن بنعرف انه الاعشاب الطبيعية او المواد الطبيعية بنستخدمها في الطب احنا كعلاج، اللي هي medicinal application، احنا بنستخدمها كعلاج، بنستخرج منها مواد، او ممكن نستخدمها زي ما هي بنستخدمها كعلاج لبعض الامراض. ممكن يكون ايضا species، انه ممكن نستخدمها كبهارات، مش بس انه والله بناخذ هاي المواد لحتى نستخرج منها وتكون عبارة عن مادة طبية او مادة دوائية، ممكن تكون بعض البهارات زي احنا ما بنشوف الفلفل، القرفة، الهيل، الكمون، اليانسون، بشكل عام هي بتستخدم كبهارات. بننتقل الى ما يسمى الكرود دراج. الكرود دراج زي ما بنحكي انه يعني الترجمة الحرفية لها انه هو الدواء المجفف. كيف نحصل عليه هذا الدواء المجفف؟ are vegetable or animal drug، هن ادوية مستخلصة من حيوانات او نباتات، that consist of natural substance that have undergrown only the processes of collection and drying. يعني منجيب هاي المواد منجففها منجمعها ومنجففها بنحصل على المادة الطبية او المادة الفعالة. فهذا الشيء بنسميه كرود دراج. زي ما بنشوف عندنا بالصورة، هاي عندنا البلانت، بناخذ النبات بنجمعه بنحطه في وعاء، بنحط طبقات من النبات وبنضيف عليه المينستروم. المينستروم هو عبارة عن سولفنت، اذا ما كان معروف السولفنت شو هو فبنحكي عنه مينستروم، يعني مش عارفين هل هو سولفنت الكحول، هل هو جليسيرين، هل هو ووتر، هل هو بيوريفايد ووتر الى اخره. فبشكل عام لما نحن ما نحدد شو هو السولفنت نحكي عنه مينستروم. مينستروم يعني السولفنت. ففي عندنا هون اسفل الوعاء زي الحنفية، ف يوم كامل بنظن نصفي في هاي النبات وبنعمل له تجفيف وبنستخلص هاي المادة اللي هي الاكستراكتيف، يعني بناخذ هاي المادة بنطلعها من النبات. ثاني يوم بنرجع بنضيف عليها السولفنت وبنستناها يوم كامل لحتى انها تتنقى وتتصفى، وهكذا لحتى بالنهاية لما نحط السولفنت ونرجع نجمعه تحت بنلاقي انه المادة هي عبارة عن سولفنت، فالنبات خلص ما ظل فيه اي فعالية دوائية. بالنسبة للمارك اللي هي بقايا النبات التي لا تحتوي على مواد فعالة، فخلص ما ظل فيها أي شيء، منزيلها ومنكبها.
في عندنا بعض أسماء النباتات اللي ممكن شوي تغري الواحد، فبالنسبة للاسم نحن ممكن نفكر بإشي ثاني، ولكن هي إلها ترجمة أو اسم ثاني. مثل عندنا الأكيشيا سينيغال، لما نسمع أكيشيا سينيغال نغري بروح فكرنا على السنغال، إنه مثلا هاي الأكيشيا اللي هو الصمغ بيكون منتج مثلا من السنغال، ولكن هو بشكل أساسي أو بشكل طبيعي هو ييلد جام أرابيك اللي هو الصمغ العربي، وبشكل أساسي اللي هو ينتج في أو بيطلع من السودان. فالأكيشيا سينيغال مش من اسمها نعرف مثلا أنه هي السنغال أو يروح بالنا على السنغال، لا، هي جام أرابيك اللي هو الصمغ العربي. برونوس فيرجينينيا، من اسمها راح يروح فكرنا إلى ولاية فيرجينيا في أمريكا، ولكن هي عبارة عن بيرو بلسم، عبارة عن بلسم البيرو اللي بيطلع في البيرو. في عندنا بالنسبة للإسبانيش ليكورايز اللي هو عرق السوس، عرق السوس ما له علاقة بإسبانيا أبدا، ولكن هيك اسمه اللي هو الإسبانيش ليكورايز. هلا راح ننتقل لإشي يسمى إنديجينيوس. إنديجينيوس اللي هو موطن النبات، المنشأ الأصلي اللي بيطلع فيه النبات. في عندنا مثال عليها اللي هي البينوس بالوسترايز، بينوس بالوسترايز، بينوس بالوسترايز، مشان نطق مشان الكلمات. هذا بيطلع بالساوثيرن باليو اس اي في المنطقة الجنوبية من اليو اس اي اللي هو عبارة عن الصنوبر. بنرجع بنقراه بينوس بالوسترايز. بنيجي لمصطلح آخر اللي هو نيوترالايزد اللي هي تأقلم النبات لحتى انه يطلع في منطقة اخرى، بنسميها ناتورالايزد. في عندنا مثال عليها نبات يسمى الداتورا سترامونيوم، داتورا سترامونيوم اللي يسمى بالعربي ايضا نبات الداتورا. هذا بيطلع باليو اس اي، ممكن انه يطلع مثلا باوروبا. هلا بدنا نشوف اللي هي كالتيفيت ميديسينال بلانت اللي هي زراعة النباتات الطبية. طبعا زراعة النباتات الطبية ظهرت في القرن الأول الميلادي. في عندنا بعض الأمثلة عليها اللي هي الفانيلا اللي هي من نبات الفانيلين، نيتيف تو مكسيكو اند سنترال أمريكا، بروديوست ان تاهيتي. الموطن الأصلي بالنسبة لنبات الفانيلا في المكسيك وأمريكا الوسطى، ولكن هو ينتج أو يصنع في تاهيتي، منطقة تاهيتي. بالنسبة لنبات الكاكاو، نيتيف تو مكسيكو اند سنترال أمريكا، بروديوست ان نيجيريا، غانا، سريلانكا، اندونيسيا. طبعا يصنع في نيجيريا، في غانا، سريلانكا، واندونيسيا، ولكن الموطن الأصلي تبعه أو يتم زراعته في المكسيك وأمريكا. في عندنا السينكونا، السينكونا هو عبارة عن لحاء الكينا، لحاء الكينا بنسميها سينكونا، سينكونا اللي هو لحاء الكينا، نيتيف تو ساوث أمريكا، أمريكا الجنوبية، produced in اندونيسيا، بيتم صناعته او انتاجه في اندونيسيا. في عندنا بعض الكوميرش ان دراج، صناعة الادوية اللي بتستخلص من النباتات، زي عندنا انديان روبارب، هذا ينتج او يصنع في الهند، عشان هيك حكينا عنه انديان روبارب. اما بالنسبة للسبانيش لوكارايز اللي هو عرق السوس، عرق السوس هذا يصنع في اسبانيا. Preparation of a drug for the commercial market، صناعة الدواء لحتى يعني نسوق له وننتج هذا الدواء ونبيعه بالصيدليات، يعني هي المرحلة من وقت نحن ما نحضر أو نكتشف هذا الدواء إلى مرحلة بيعه بالصيدلية. في عندنا أول مرحلة اللي هي الكوليكشن اللي هي جمع هاي النباتات. خلينا نركز على النباتات بشكل أساسي. مرحلة جمع النباتات هي مرحلة مهمة ومرحلة حرجة، لأنه جمع النباتات بيصير في مراحل معينة من السنة، فلازم يكون الإنسان اللي بده يعمل كوليكشن لهاي النباتات يكون خبير في موعد تجميع هاي النباتات. عندنا مثلا إذا بدنا نجمع الجذور بالنسبة للنباتات لازم نستناها لحتى تجف نهائيا وتبس، فبنأخذ الجذور منها. إذا بدنا نأخذ من الأوراق نستناها مثلا لحتى تزهر، وهكذا إلى آخره. فلازم يكون في عندنا مواعيد خاصة بكوليكشن للنباتات، في إلها مواسم معينة بتكون عندنا المادة الفعالة فيها نشطة أو مادة الفعالة بتكون فيها بكثرة، حتى الأكتف إنجريدينت فيها بتكون فعالة يعني بنسبة أكبر في بعض المواسم، وحتى ضمن نفس الموسم اختلافها من شهر إلى آخر ممكن يختلف عندنا نسبة الكومبوننت ونسبة الأكتف إنجريدينت والمواد الفعالة اللي موجودة فيها.
بعد الكوليكشن راح ننتقل الى مرحلة الهارفستنج. الهارفستنج اللي هي الحصاد، بعد ما احنا جمعنا مثلا والله بدنا هذا النبات بنعمل له حصاد بطرق معينة، طبعا فيكون في آليات معينة لحصاد هاي النباتات. بعد ما احنا جمعناها انه والله بدنا ناخذ هذا النبات، بعد هيك بنعمل عملية الحصاد، ممكن عملية القطاف إلها اذا بدنا ثمار الاوراق الى اخره. بعد هيك بنعمل درايينج بنجففهم. بالنسبة للتجفيف النبات، ذكر الدكتور انه بالنسبة للتجفيف انه تجفيف النباتات في الظل افضل واكثر فعالية من تجفيف النبات او المواد او النباتات بشكل عام في الشمس. يعني نحن لما نعمل عادة عندنا بالبيوت انه منجيب مثلا الاشياء بدنا نعملها تجفيف فبنحطها بالشمس، فهذا الشيء رح يفقد النباتات من اغلب المادة الفعالة اللي موجودة فيها. فلما نعمل مثلا تجربة نجيب نعنع نجففه بالظل ونعنع نجففه بالشمس، وبعد ما يجف ويبس نعمل كاسة من هاي وكاسة من هاي، رح نلاحظ انه طعم النعنع، طعم المينثول موجود في النعنع اللي تم تجفيفه في الظل اكثر يعني مذاق واطعم، وبيكون الطعم اطيب في النبات المجفف في الظل بسبب انه المواد لساتها موجوده فيه. اما بالشمس بيكون عندنا فقد النبات معظم الماده الفعاله الموجوده فيها. هاي بالنسبه للدراينج. بعد هيك بنروح على الكاربلينج. كاربلينج اللي هي التنقيه، من نقي هذا النبات زي ما شفنا احنا عندنا بالطريقه السابقه، بنجيب وعاء مثلا بنستخلص منه الماده الفعاله. بعد هيك شغلات بتخص الباكجينج الستورج اللي هي التغليف لهاي المواد او الحفظ هاي المواد. في شروط لحفظ هاي المواد، طبعا هي مش مطبقة عندنا. الشروط انه مستودعات تحافظ على البرودة تبعها، على التهوية، على انه ما يدخل لها الشمس، انه تكون دارك الى اخره. فهاي المستودعات لازم يكون في عندنا باكجينج وستورج يكون منظم ويكون تضمن القوانين والشروط المعينة. بعد هيك في عندنا البريسيرفيشن اللي هي عملية حماية هاي المواد لحتى ما يصير في إلها مايكروبيال جروث أو يصير في عليها كونتامينيشن، يتم عن طريق ما يسمى فوميجيشن وذ ميثيل بروميد. بيصير هاي العملية زي ما بنحكي إحنا تدخين أو التبخير عن طريق الميثيل بروميد، بنسلط عليه دخان يحتوي على الميثيل بروميد لحتى ينقيها ولحتى يعملها بريزيرفيشن حماية ضد البكتيريا. أو ممكن نستخدم عندنا 65 درجة حرارة سيليزيوس، بنرفع درجة الحرارة فبنقضي على البكتيريا اللي ما بتكون تتحمل الحرارة، أو بنضيف عليهن أطش CHCl3 أو رباعي كلورايد الكربون اللي هو CCl4. بعد هيك رح ننتقل إلى evaluation of drug، المعايير اللي نحن ممكن نقيم فيها هاي النباتات لحتى انه نستخدمها ضمن علاج او مادة فعالة ضمن مادة علاجية او ضمن الدرج. في عندنا بعض الامور اللي نحن ممكن نعمل عليها تقييم على هاي النباتات. اول اشي في عندنا اورجانوليبتيك. الاورجانوليبتيك هي عبارة عن الماكروسكوبيك، المنظور الكبير للعينة زي نحن ما بنشوفها بالعين المجردة، مثلا نشوف انه هاي النبتة هل هي ذابلة، هل هي مثلا فريش، هل اوراقها صفراء اوراقها خضراء الى اخره. فنحن ممكن نقيم بالعين المجردة الشكل الظاهري بالنسبة لهاي النبتة انها تصلح كمادة دوائية او لا. بعد هيك ممكن عن طريق الميكروسكوبيك اذا تعثر علينا انه نحن نعرف انه هاي المادة فعالة او غير فعالة، فممكن نخضعها الى بعض الى المجهر فنعرف شو هي الكيميكال كومبوننت الها، وهل هي لسه فعالة بتقوم بنشاطات نشاطات كيميائية او تفاعلات كيميائية نعرف انها فعالة او لا. في عندنا البيولوجيكال اسيز اللي هن بعض العمليات او التجارب الحيوية اللي ممكن تتم على هاي النبتة، بيقوم فيها بعض المختصين لحتى يعرفوا انه هاي النبتة لسه فيها عندها فعالية او لا. نفس الشيء بالنسبة للكيميكال استيز والفيزيكال اللي هي التجارب الكيميائية والفيزيائية على هاي النباتات. هلا بالنسبة للكلاسيفيكيشن اوف دراج، تصنيف الأدوية، دراج مي بي كلاسيفايد اكوردنج تو ذير مورفولوجي تاكسونومي ثيرابيوتيك ابليكيشن كيميكال كونستيتيونت. بالنسبة لتصنيف الأدوية راح يصنفوا حسب المورفولوجي، حسب الشكل الظاهري لهاي النباتات، حسب التاكسونومي اوف بلانتس اند انيمالز علم التسمية لهاي النباتات حيوانات. طبعا بالنسبه لنظام التسميه نحن نتبع الجينس سبيسيز اند فاميلي. بالنسبه للثيرابتيك ابلكيشن، هل هاي المواد تصنف حسب الفعاليه اللي بتقوم فيها، ونفس الشيء بالنسبه للكيميكال كونستيتيوانت انه حسب المكونات الكيميائيه الداخله في تركيب هاي الكومبوننت.
خلينا نبدأ بأول مثال عندنا. طبعا هاي يصنف عندنا drug as a taxonomy، يعني حسب التاكسونومي. في عندنا عائلة الأمبيليفرا اللي هي العائلة الخيمية، تتسم هاي النباتات انه اوراقها بتعمل زي الخيم، عشان هيك ادرجناها تحت ما يسمى بالأمبيليفيرا اللي هي العائلة الخيمية. احد هاي النباتات اللي هي الأنيسة والكراوي، أنيسة كراوي، أنيسة اللي هي اليانسون، الكراوي اللي هي العبارة عن الكراوية. هذول النباتين بيشتركوا بنفس الخاصية لأنهم بيتبعوا لنفس الفاميلي، إنهم كريموكارب فروت، اللي هن عبارة عن إنه خاصية الثمار تنقسم إلى قسمين متساويين. فإذا العائلة اسمها أمبليفيريا، النباتات هي عبارة عن الأنيسة والكراوي اللي هن اليانسون والكراوية، والخاصية تبعهم اللي بيشتركوا فيها هي عبارة عن الانقسام للثمار إلى قسمين متساويين. رح ننتقل إلى عائلة أخرى اللي هي عائلة السوناليسة. السوناليسة هي عائلة درسناها قبل اللي هي بنسميها العائلة الباذنجانية. أحد النباتات اللي تندرج تحت هاي العائلة اللي هي البيلادونا، نبات ست الحسن، وعندنا استرامونيوم. هذول النباتين أدرجناهم تحت العائلة سوناليسة بسبب أنه ألترنيت ليف فلاور فروت، بالنسبة للأوراق وبالنسبة للأزهار وللثمار تبعها بتكون عبارة عن خلينا نحكي عن أوراق متبادلة، زي ما نشوف عندنا بالصورة هاي مثلا ورقة 2 3 4، بيكون في تبادل في تناوب بالنسبة لاصطفاف هاي الأوراق على الجذور. مثال آخر اللي هو عائلة اللابيتا. اللابيتا هي العائلة الشفوية، بيكون في عندنا الشفوية يعني نكون ثنائية، ثنائية الورقة. مثال عليها البيبرمنت والثايم، بيبرمنت اللي هو النعنع والثايم اللي هو الزعتر. الخواص اللي تشترك فيها هاي العائلة جميعها انه عندنا سكوير ستيم، انه بيكون عندنا الساق عبارة عن شكله زي المربع. اذا نتحسس عندنا ساق النعنع او ساق الزعتر بنشوفه عبارة عن مربع الشكل. في عندنا اوبزيت ليف عبارة عن اوراق متعاكسة، وفي عندنا بيلابييت فلاور اللي هي عبارة عن ثنائية الزهرة او بنسميهم الشفوية، بتكون عبارة عن متقابلة، ثنائية متقابلة. هاي بالنسبة للنباتات. اما بالنسبة للحيوانات الانيمال صنفناهم الى ارثروبودز، ماميلز اند فيش. الارثروبودز اللي هي الحشرات، الماميلز اللي هي الثدييات، والفيش الاسماك. هاي بالنسبة من الناحية من ناحية التسمية التاكسونومي. اما من ناحية الثيرابيوتيك ابليكيشن اللي هي الفعالية اللي بتقوم فيها هاي النوع من النباتات، في عندنا نبات السنة ونبات بودوفيلم. هذول النباتين بيشتركوا بنفس الخاصية انهم بيأثروا على الانتستينيال تراك، بيعملوا كاثارتيك يعني مسهل، فتأثيرهم على الامعاء انه بيعملوا اسهال. في عندنا ايضا نبات الديجيتاليس وعندنا نبات ستروفونتس. نبات الديجيتاليس ونبات ستروفونتس، وفي عندنا نبات سكويل. هذول الثلاث انواع من النباتات لهم نفس التأثير على الكاردييك مصل، فبيعملوا على تنشيط عضلة القلب. اما بالنسبة للكيميكال كونستيتيونت، هي عبارة عن المركبات الكيميائية الداخلة في تركيب هاي الكومبوننت، نحن نصنفهم حسب تشابه الكيميكال كونستيتيونت. في عندنا المايدرياتيك الكالويد اللي هي عبارة عن مادة بتعمل على توسيع حدقة العين. النباتات اللي بتشترك على بنفس الخاصية بتكون من عائلة السوناليسة، منهم الاتروبين، عندنا سكوبولامين، هذول بيكونوا بيتبعوا في عندنا عائلة السوناليسة بتعمل هاي الأمور. مين بيتبع إلى عائلة السوناليسة؟ بنتذكر اللي هي بيلادونا وهي استرامونيوم هاي الصورة اللي ورا، هاي عائلة السوناليسة، بيلادونا واسترامونيوم. فلازم نعمل ربط مشان أسئلة الامتحانات، ممكن يجينا بالامتحان شو هي العائلة اللي بتعمل مايدرياتيك الكالويد، أو بتكون فيها بيكون فيها من الكيميكال كونستيتيونت عبارة عن مايدرياتيك الكالويد اللي هي عائلة السوناليسة. بالنسبة للفولاتايل اويل، بيكون في عندنا بعض العوائل اللي بيكون فيه ضمنها فولاتايل اويل، زيوت متطايرة. في عندنا أمبليفيريا اللي درسناها أيضا، كمان بيكون من اليانسون والكراوي إذا بتتذكروا، في عندهم هذول بينتموا لهاي العائلة، ففيهم فولاتايل أويل. أوليوريزين بيانيسة، أوليوريزين بيانيسة، مادة الأوليوريزين موجودة ضمن عائلة البيانيسة.
All species of cinchona contain quinine. عندنا كل الأنواع من أنواع السينكونا، نبات السينكونا راح يحتوي على مادة تسمى الكوينين. فهاي المعلومة خلوها ببالكم. هلأ بالنسبة chemistry of drug اللي هي كيمياء الأدوية، ممكن نحن نصنف مركبات الداخلية في تركيب الأدوية إلى active constituent أو inert constituent. بالنسبة للactive constituent اللي هي المادة الفعالة اللي بتعطي فعالية علاجية، أما بالنسبة للinert constituent اللي هي المواد الخاملة بتكون هي زيادة أو إضافة ضرورية لتركيب هذا الدواء. في عندنا الكثير من المواد اللي ممكن تستخدم ك inert constituent، مثل عندنا الليجنين اللي هي المادة اللي بتكون عندنا الخشب، عندنا السوبرين اللي بتكون بين الخلايا النباتية، عندنا السليلوز، الستارش، الكولورينج ماتر إلى آخره. هاي المواد بتكون موجودة ضمن تركيبة النبات، ما بتكون لها فعالية علاجية، ممكن نستخدمها لأشياء ثانية. هاي بالنسبة للنباتات. أما بالنسبة للحيوانات في عندنا الكيراتين وعندنا الكايتين. بالنسبة للأكتيف كونستيتيونت، أيضا الأكتيف كونستيتيونت ممكن نفرقهم إلى قسمين اللي هو فارماسيوتيكالي أكتيف وفارماكولوجيكالي أكتيف. بالنسبة للفارماكولوجيكالي أكتيف بيكون في عندنا سينجل أوف أور ميكسير أوف سبستانس، إنه بيكون في هذا الدواء أو هاي المادة بيكون في إلها فعالية علاجية دوائية، سواء كانت هاي المادة أو خليط من المواد. طيب بالنسبة للفارماسيوتيكالي أكتيف، كيف ممكن نحكم على مادة ضمن نبات إنه هاي فارماسيوتيكالي أكتيف؟ may cause precipitation or other chemical change. إذا قامت هاي المادة بأي عمل كيميائي أو فيزيائي ملاحظ، فهاي المادة نسميها فارماسيوتيكالي أكتيف. مثلا إذا عملت precipitation زي الترسيب، مثال عليها إذا جبنا السينكونا بارك اللي هو لحاء السينكونا، لحاء الكينا. Nor its extract could be used in formulating preparation containing iron salt. لما بدنا نستخدم لحاء السينكونة أو مستخلص السينكونة الكينة يعني، ما بنحطه أو ما بنخلطه مع تحضيره بتحتوي على الايرون سولت. ليش؟ لأنه سينكوتينيك أسيد would combine with this salt and cause precipitation. في عندنا حمض السينكوتينيك، هذا راح يتحد مع هاي الأملاح وراح يسبب عندنا الترسيب. فمن خلال هاي العملية اللي صارت عندنا، التغير الكيميائي اللي صار عندنا، نحن بنحكم انه في ضمن السينكونا بارك او الاكستراكت تبعه في مادة اللي هي سينكوتينيك اسيد، هذا بنعتبره فارماسيوتيكالي اكتيف. هاي بالنسبة يعني تعرفنا شو يعني فارماسيوتيكالي اكتيف. اما اذا بدنا نعرف شو معنات فارماكولوجيكالي اكتيف، طبعا هون بسلايدة في خطأ، هاي ما في داعي لها. طبعا هذا الكلام بيندرج تحت pharmacologically active، هاي الكلام احذفه. طبعا في عندنا نبات يسمى الكاثرانتس روز أبوساينيسيا اللي هو مستخلص من هاي النبات، ناخذ المستخلص تبعه ونشوف شو هو pharmacologically active تبعه. بنعيد اسم النبات اللي هو كاثرانثوس روز أبوساينيسيا. هذا النبات في له اسم ثاني اللي هو فينكا روز أبوساينيسيا، هذا اسم ثاني لهاي النبات. طبعا الدكتور شرح لنا عن هاي النبات كثير وحكى عنها، اللي بيجي بيكون العلماء عملوا عليها دراسة 60 سنة لحتى يستخلصوا منها كمية كبيرة من المواد العلاجية فقط في الأوراق تبعها. فهي زهرة الفنكة بيسموها فينكا روز أبوساينيس أو كاثرانتوس روز أبوساينيس. بالنسبة زي ما حكينا انه كل زهرة او كل نبتة عفوا بشكل عام بيكون فيها active constituent و inert. احنا ما بدنا الانرت، بدنا الاكتف. الاكتف صنفناها فارماسيوتيكالي وفارماكولوجيكالي. الفارماسيوتيكالي ما بدنا اياها، بدنا نروح على الفارماكولوجيكالي. اذا عملنا ايزوليت لهاي الزهرة او لهاي النبتة وعملنا لها بيوريفاي وعملنا لها كريستاليزيشن، راح تعطينا فينكريستين وفينبلاستين. هذول المستخلصين ممكن نطلعهم من هاي النبتة. هذول المستخلصين بنسميهم سيكندري كونستيتيونت، لانه جبناهم من النبتة الاساسية بعد ما عملنا الايزوليت بيوريفاي كريستاليزيشن الى اخره. فاذا هاي هي الفعالية العلاجية اللي بتقوم فيها هاي المواد اللي استخلصناها من نبتة الكاثرانثوس روز أبوساينيسيا. المركبين هن عبارة عن فينكريستين وعندنا فينبلاستين. هذول النباتين او المستخلصين عفوا يستخدموا في انتاج الادوية، ادوية كثيرة بتحتوي على هذول المركبين. طبعا بنسميهم هذول secondary constituent اللي هن المركبات الثانوية اللي طلعت من النبتة الأساسية.
بالنسبة للسيكندري كونستيتيوانت راح تتأثر بثلاث عوامل بتأثر على طبيعة هاي المواد اللي نحن ممكن نستخلصها من المواد أو من النباتات الأساسية. عندنا أول عامل اللي هو الهيريديتي أو الجينيتيك كومبوزيشن اللي هو العائلة الوراثية أو الصفات الوراثية اللي بتكتسبها هاي النباتات من الأجيال السابقة. زي ما عندنا احنا بالهيومن انه بيكون في عندنا عائلة وراثية، بيكون عندنا سلسلة وراثية او تاريخ عائلي بنسميه، زي هيك بيكون موجود عند النباتات، فبتتوارث الصفات وتتوارث الكومبوزيشن من عائلة الى اخرى او من جيل الى اخر. النوع الفاكتور الثاني اللي بيأثر على السيكندري كونستيتيوانت هو اوتوجيني اللي هو عبارة عن ستيج اوف ديفلوبمنت اللي هي مراحل تطورها النباتات. طبعا النبات في بداية الموسم بيكون فيه مواد بتكون نسبتها عالية، لما يتقدم في الموسم او تقدم في الزمن راح تقل هاي المواد وتصير عندنا مواد اخرى تزيد فعاليتها او تزيد كميتها او تركيزها ضمن هاي النبات. مثل عندنا الكانابيوس ساتيفا اللي هو عبارة عن نبات الحشيشة او القنب الهندي، ببداية الازهار راح يكون عندنا النسبة الاعلى في هاي النبات راح يكون لمركب الكانابيدول، بعد هيك راح يصير في عندنا التترا هيدرو كانابينول، اخر اشي بيكون في عندنا الكانابينول. بالنسبة لنوع ثاني او مثال ثاني اللي هو بابافير سيمينيفريوم، بيكون في البداية عندنا اعلى نسبة لمادة المورفين، بعدين الثيبين، واخر شيء الكودين. اما بالنسبة للفاكتور الثالث اللي هو الانفايرومنت، طبيعة البيئة الخارجية المحيطة بهاي النباتات، ممكن التربة تأثر على السيكندري كونستيتيوانت، ممكن الماء، ممكن الهواء، ممكن حالة الطقس العامة. طيب خلينا نبدأ في الألجال جيلينج ايجنت اللي هي الطحالب اللي نستخدمها للجيلينج ايجنت، مادة بتشكل عندنا زي الجل. أول مركب احنا ممكن نستخرجه من هاي الطحالب اللي هو ألجينيك أسيد. الألجينيك أسيد هو عبارة عن هارد هورني بوليساكرايد obtained from seaweed. الألجينيك أسيد هو عبارة عن سكاكر متعددة بوليساكرايد بتكون صلبة متقرنة، نحصل عليها من الأعشاب البحرية اللي هي seaweed. Use as toothpaste, binder and emulsifying agent. نحن نستخدمها من أجل معاجين الأسنان اللي نستخدمها في تصنيع الأسنان، ونستخدمها أيضا في emulsifying agent لما نحضر emulsion. المركب الآخر أو الثاني اللي احنا ممكن نستخلصه هو الأجار. الأجار زي ما بنعرف نحن استخدمناه في لاب المايكرو، هو عبارة عن culturing media، منشكل منه culture لحتى نزرع فيها البكتيريا. هو عبارة عن gelatinous substance prepared from seaweed in Japan, Korea, USA and India. هو عبارة عن مادة جيلاتينية زي ما احنا شفناها، بتتحضر من الأعشاب البحرية في اليابان، في كوريا، في أمريكا وفي الهند. بالنسبة للساينتفك نيم للأجار هي عبارة عن جيليدينيوم كارتيليجينيوم جيليديس. جيليدينيوم كارتيليجينيوم جيليديس. في عندنا ساينتفك نيم ثاني أو يسمى بالغارسيلاريا كونفرفويد غراسيلاريسا. غراسيلاريا كونفيرفويد غراسيلاريسا، هاي بالنسبة للطحالب البحرية، الأعشاب البحرية اللي نحن نستخدم من نستخلص منها الأجار. طيب إذا صار في عندنا هيدروليسيز للأجار، إذا احنا منا تحطيم أو تحلل للأجار راح نحصل على دي وال جالاكتوز، وراح نحصل على السولفيت أيون. It's a heterogeneous polysaccharide، هي عبارة عن سكاكر متعددة مختلفة اللواقح، بنسميها heterogeneous بتكون غير متماثلة. The principal constituent are المركبات الداخلة في تركيب الأجار هي عبارة عن الأجاروز والأجاروبكتين. بالنسبة للأجاروز free from sulfate، بنحصل عليه من السولفيت which is principally responsible for the gel strength of agar، المسؤول عن تماسك تركيبة الأجار لحتى التركيبة الجيلاتينية تبعت الأجار هو عبارة عن الأجاروز. الأجاروز بيتكون من مادة تسمى أجاروبيوز. أجاروبيوز. بالنسبة للكونستيتيوانت الآخر اللي نحن ممكن نستخلصه من الأجار اللي هو الأجاروبكتين. The structure of agarobictin responsible for the viscosity of agar solution. لازم نميز ما بين strength وما بين الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي هون نقصد فيها اللزوجة، انه قديش ممكن يكون عندنا لزوجة الأجار، بيتحكم فيها ما يسمى بالأجاروبكتين. اما قوة تماسك الجل ضمن الأجار هو عبارة عن الأجاروز بيتحكم فيه. هاي زي ما بنشوف عندنا السيويد اللي هن الأعشاب البحرية ممكن نستخلص منها الأجار. يوز طبعا استخدام الأجار زي ما حكينا هو عبارة عن culture media, emulsifying agent وchronic constipation، هي عبارة يستخدم الأجار ضمن الإمساك المزمن اللي بيكون معه إمساك مزمن، فهي laxative تعمل على مسهل للي معهم إمساك مزمن. في عندنا أيضا اللي هي الإيرش موس،
اللي هي الكراجين بنسميها. هاي المادة تستخلص من الطحالب الحمراء obtained from the variable red algae. طبعا الساينتفك نيم إلها هي كوندروس كريسبوس اند جيجارتينا ستاليتا جيجارتينيسا، اسمها طويل شوية، كوندروس كريسبوس اند جيجارتينا ستيلاتا جيجارتينيسا. بنعيد مرة ثانية، كوندروس كريسبوس اند جيجارتينا ستيلاتا جيجارتينيسا. طبعا بالنسبة لمحتويات هاي الإيريش موست هي عبارة عن 5 galactans known as carrageenans are present. Three important ones are KL, gamma, lambda, carrageenans. طبعا مش مهم كثير هاي الكونستيتيوانت تبعها. اما اليوز إلها هي عبارة عن emulsifying agent for cod liver oil and other oil. تعتبر هي عبارة عن emulsifying agent نستخدمها في cod liver oil او بعض الزيوت الاخرى لما بدنا نحضر emulsion. بنستخدمها ايضا كجيلينج ايجنت، هذا الشيء اساسي ومعروف. and as binder in toothpaste في المعاجين الاسنان، تقريبا نفس استخدامات الاجار. هي عندنا الطحالب الحمراء بنستخلص منها ايريش موس، هي الساينتفك نيم اول واحده اللي هي كوندروس كريسبوس جيجارتينيسا، وعندنا الجيجارتينا ستيلاتا جيجارتينيسا. هلا راح ننتقل الى الجمز اند موسيلاجس اللي هن الاصماغ والمواد الهلاميه. في عندنا اول نوع اللي هو تراجاكانث كم جم، عباره عن صمغ القثيره نحن سميناه، الساينتفك نيم له استروغاليس جوميفاير ليجومينيسا، استروغاليس جوميفاير ليجومينيسا. كونسيست اوف ووتر سوليبل فراكشن نون از تراجاكانثين اند ووتر انسوليبل فراكشن نون از باسورين. راح يحتوي على مواد ذائبه في الماء بنسميه تراجاكانثين، ومواد غير ذائبه في الماء بنسميه الباسورين. تراجاكانث is composed of sugar and uronic acid unit. بيحتوي التراجاكانث هي عبارة عن سكر و uronic acid unit. بالنسبة للبرودكت اللي نحن راح نستخلصها من هاي التراجاكانث gum بعد ما نعمل له hydrolysis، راح نستخلص الجالاكتو uronic acid، الدي جالاكتو بايرونوز، الأرب فورانوز and دي زايلو بايرونوز. مش كثير مهمات هاي الكونستيتيوانت، ولكن لازم نعرف انه هو عبارة عن شجر، يعني جزء ذائب في الماء وجزء غير ذائب. اللي بيهمنا اكثر اللي هو اليوزز لهاي التراجاكانث جم، اللي هو suspending agent for insoluble powder and binding agent in pills and tablet. لما نحن بدنا نصنع التابلت رح نستخدم عندنا التراجاكانث جم، او اذا بدنا نعمل suspending agent مشان نحضر suspension رح نستخدم عندنا هذا الصمغ. هي عبارة عن الاستروغاليس كوميفاير ليجومينيسا اللي مستخلص منها التراجاكانث. اشهر انواع الاصماغ اللي هو الاكاشيا جم، الجم العربي او الصمغ العربي نحن بنسميه، اسمه الساينتفك نيم له اكاشيا سينيغال ليجومينيسا، ينتمي لنفس العائلة، عائلة الصمغية. consists mainly of arabin, the calcium salt of arabic acid, oxidized enzyme and about 14% of water. المكونات الاساسية اللي موجودة ضمن الاكاشيا جم هي عبارة عن الارابين، مادة الارابين، والكالسيوم سولت، املاح الكالسيوم من الارابيك اسيد، اوكسيديز انزيم، بعض الانزيمات المؤكسدة، وحوالي 14% نسبة ماء. طيب اذا صار في عندنا هيدروليسيز للارابيك اسيد ديليوت ان H2SO4 رح يعطينا الرامنو بايرانوز، ورح يعطينا دي جالاكتو بايرانوز، ورح يعطينا الارابينو فورانوز، ورح يعطينا الدو بايونيك أسيد. أسماء لا يعلم فيها إلا رب العالمين. بالنسبة لليوز للأكاشيا جم، جنرال ستابيلايزر إن إيمالشن، نستخدمه بالإيمالشن ليعطينا ستابيليتي، and lozenges and as demulcent in various cough, diarrhea and throat preparation. هي عبارة عن ملطف للتحضيرات اللي مستخدمها للسعال، للدياريا أو للثروت الريسبيراتوري تراك. هاي زي ما نشوف عندنا الصمغ العربي، هاي الشجر اللي بيستخلص منها، هيك بيكون شكله. هلا بدنا ننتقل الى ما يسمى بالسيليوم او قشور السيليوم. بالنسبه لنبات السيليوم نحن بنسميه بالعربي الجنيمه، هي هاي النوع من نباتات او العائله من هاي النباتات
لها خاصية اللاكزيتيف اللي هي مسهلة. They derived ribs seed of، نحن مستخلصها من بلانتاغو سيليوم أو بلانتاغو إنديكا أو بلانتاغو أوفاتا. هذول ثلاث أسماء scientific name أو ثلاث أنواع من النباتات نستخلص منها السيليوم. بالنسبة للبلانتاغو سيليوم والبلانتاغو إنديكا صنفناهم ضمن البلانتاغو سيد. أما بالنسبة للبلانتاغو أوفاتا اللي هو أهم واحد يسمى إسباغولا هاسك أو بينتظموا لعائلة البلانتاغينيسا. إذن الساينتفك نيم إلهن بلانتاغو سيليوم بلانتاغينيسا، بلانتاغو إنديكا بلانتاغينيسا، بلانتاغو أوفاتا بلانتاغينيسا. طبعا هاي النباتات نحن نستخدم بذورها، بنستخدم القشور إلها لحتى نستخدمها في المواد الطبية كلاكزيتيف زي ما حكينا. بالنسبة للكونستيتيوانت في عندنا الموسيلج، فيكست اويل، اوكيوبين، جلايكوسايد، شوغر، ستيرول اند بروتين. في عندنا الموسيلج هنا عبارة عن مواد هلامية، فيكست اويل الزيوت الثابتة، في عندنا جلايكوسايد، شوغر، ستيرويد، بروتين الى اخره. اليوز إلها هي عبارة عن ديمولسنت اند ذا تريتمنت ان ذا تريتمنت اوف كرونيك كونستيبيشن. زي ما حكينا هي لها خاصية اللاكزيتيف، بتأثر على الإمساك المزمن، بتسهل الحركة للأمعاء. هاي زي ما بنشوف عندنا صورة السيليوم النبات، نحن بنستخدم قشور هاي النباتات أو البذور. بالنسبة لمارشمالو روت نبات الختمية زي ما بنحكي أو جذور الختمية، الساينتفك نيم إلها هي عبارة عن ألثا أوفيسيناليس مالفيسا، يعني هذول بينتموا الى العائلة الخبازية، بنسميها عائلة الخبازية. براينا الهيرب انه بتكون عندنا الاعشاب هاي بتنمو كل 3 سنوات او بتظل عايشة لثلاث او اكثر من 3 سنوات، تنمو في ساوثرن انجلاند او باوروبا، الجذر الها حوالي 30 سنتي. بالنسبة للكونستيتيونس اللي موجودة فيها، موسيلاج اللي هي عبارة عن مواد هلامية حوالي 10%، بوليساكرايد جيفن اون هيدروليسيس جالاكتوز، رامنوز، جالاكتورونيك أسيد، and جلوكورونيك أسيد. في عندنا أسبارجين حوالي 2%. بالنسبة لليوز هو عبارة عن ديميوليسنت particularly for irritable cough and throat and gastric inflammation. في السعال التحسسي هو ملطف للسعال التحسسي أو لحالات الإصابة في respiratory tract بالنسبة للقصبة الهوائية أو gastric inflammation التهاب الأمعاء. كوينس سيد اللي هي عبارة عن بذور السفرجل، الساينتفك نيم إلها سايدونيا أوبلونجا روزيسا، سايدونيا أوبلونجا روزيسا. بالنسبة للكونستيتيوانت إلها عبارة عن 20% من الموسيلج، مواد هلامية، كومبوزد أوف يونت أوف أرابينوز، زايلوز أند يورينيك أسيد، ديريفاتيف 15% من الفيكست أويل أند سمول كوانتيتي أوف cyanogenetic glycoside. Use عبارة عن demulcent, emulsifying agent and in the preparation of hair fixing lotion. تقريبا بنشوف انه هاي النباتات اللي شفناهن الهن نفس الخاصية اللي هي demulcent او emulsifying agent، في شيء suspending agent.